هذا اول موضوع عندنا في فقره فيس تو فيس. في حي التراث في بغداد زبون اجى، مثلا انا زبون اشتريت لفه مال القص، باع لي اياها هذا ابو القص، قلت له يا ابو هاي بارده اللفه. زين هو من انا هاي الحراره اللي حامسته والشمس وهاي نارك ورش القصه كنار. زين وقال لي هاي اللفه بارده، قوم هذا عيني ودتشه بالسكينه وطعنه وصارت مشكله. ايش قدها ايش كبرها من ورا شيش القص. عمي دك لي اللفه واسكت، هسه هي مال تقول له بارده؟ يعني هي الدنيا حاره 50 درجه الحراره وهو واقف يم النار وشيش وما باقي عقل براسه، تجي تقول له بارده؟ البروده وين صارت؟ بالشتاء حتى يعطيك اياها بارده؟ ما ترام يعني، ومن الثلاجه نطلع لك اياها. كلها واسكت، هسه احسن لك اندتشيت بسكينه؟ طبعا بعيدا عن هذا الموضوع، احنا ما اتمنى انه ابو القص يتحاسب لانه احنا مو بغابه، بس يعني هو الموضوع يضحك يعني. يا اخي انت والله العظيم ما له داعي تقول له بارده، يعني هي حاره الدنيا، الدنيا حاره وهو واقف يم النار، تجي انت والله تقول له اللفه بارده؟ دي الله بالله. طبعا بعيدا عن المزاح، اللي سوى هذا الفعل لازم يتحاسب، شيء طبيعي. راح نظل نتابع الموضوع وتفاصيله، وين راح؟ ايش سووا؟ عاقبوا له لا؟ صارت عشائر لو صارت محاكم لو قضايا؟ الله اعلم. احنا راح نتابع هذا الموضوع، بس بالبدايه خليني نعرفكم اكثر على تفاصيله خلال فقره فيس تو فيس. طبعا يقول بائع شاورما يطعن زبونا اعترض على بروده الساندويتش بحي التراث في بغداد. عمي بعد ما حد يعترض عليكم والله العظيم. انا بالنسبه لي بعد ما اشتري قص من الاخير ما اتقرب لكم. اذا انت الشيش مال هاي السكينه اللي تقص بها القص طولها متر ما ادري ايش قد. زين سيف مو 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 سكينه، سيف صدق سيف. زين ادتش بيها واحد، الله اكبر عليك. عم حاره نار. زين حاره كطعم وحاره ك شنو السالفه عمي؟ والله العظيم ترى كارثه هاي.